هذا وتواصل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بهدف التأكد من تطبيق المحال والمطاعم والمقاهي والأسواق للاشتراطات والإجراءات والتدابير الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات ذات الصلة بما يسهم في الحد من انتشار الفيروس. ودعت الوزارة الجميع إلى مواصلة إسناد الجهود التي تقوم بها فرق إدارة التفتيش من خلال الالتزام بالقرارات والتعليمات للوصول إلى الأهداف المنشودة، مؤكداً أن الالتزام والتقيد بالضوابط الواردة في القرارات الحكومية هي مسؤولية مشتركة من قبل أصحاب المحلات التجارية والمرتادين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الوزارة أن الزيارات الميدانية الرقابية والتوعوية مستمرة في كافة محافظات مملكة البحرين وبالأخص الأماكن التي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين، وسيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة ضد المحلات المخالفة، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تواصل الجمهور مع إدارة التفتيش في حال وجود أي تجاوزات أو بلاغات بهذا الخصوص.